الاستثنائية الثالثة في عمر هاته الولاية، والتي كان جدول أعمالها يتضمن عددا من النقاط بما فيها الدراسة والتصويت على ميزانية الجهة لسنة 2022. وبمجرد انتهائي من الكلمة التقديمية أو الكلمة الأولية لهذه الجلسة، تقدم السادة رؤساء الفرق في إطار نقطة نظام بطلب مشترك مفاده بأنهم يرغبون في رفع الجلسة للتشاور لبضعة دقائق. وبالفعل بعد استشارة السيدات والسادة أعضاء المجلس وافق الجميع أو بإجماع مكونات المجلس على هذا الملتمس وعلى هذا الطلب، وعليه تم رفع الجلسة والاجتماع إلى السادة رؤساء الفرق الذين أبدوا أصالة عن نفسهم ونيابة عن باقي أعضاء الفرق ديالهم رغبتهم في تمكينهم من مزيد من الوقت للإطلاع على الأوراق المعروضة عليهم قصد دراستها وتمحيصها وإغنائها، وربما هناك بعض الأوراق التي اقترحوا فيها أن يتم الاستماع فيها إلى بعض الشركاء في إطار الاتفاقيات. وبعدما اتضح لي بأن هذا الطلب ملتمس معلل ووجيه ومن شأنه أن يغني الأداء داخل هذه المؤسسة، لم أتردد في الاستجابة لملتمسهم، وبعد استئناف الجلسة أعلنت عن ذلك على أساس أن تكون الجلسة الموالية لهذه الدورة يوم الأربعاء المقبل على الساعة 3 بعد الزوال إن شاء الله. شكرا.